اوكي قبل ما ندور في دوبات زي شرك في الخالات فايز رجلس حتى يسرق أقربون جديد ولا تبخلوا هاري نعبد لايك وصف ومستمر بنصرية المزيد إن شاء الله خوتي نزل زادار مديون واضر هو جزائري وهذا اللي منا ندير بوله هذا عايش في فلسطين مدة 20 سنة هو في فلسطين عنده 7 أولاد خوتي نزل كيما نقولوا هنا اكو عاوك تشوفوا عايش في فلسطين خوتي السيد هذا مديون واضر خوه يقول له بلي رانا في حصار كبير في غزة وذرونا خفتي في اليوتيوب راه ما خدوناش نحطوا لي فيديو وننشر الفيديوهات هالو حطوهم في التيك توك وصحيح والعمال على ربي راه نحطوهم على التيك توك يريك حاجة أخرى هذه هي باش ما يخدوناش ننشروا الفيديوهات نشوفوا واش صار في غزة انتو خالتي هاي غزة راهي تحت القصف وكلو ماتوا الله يرحمهم هذه بتحية الجزائر خوتي نزف هذه بغيت نساو تدعموني في الخانات خويا العزيز اي لوك نحط لكم مهارات الخانات نتاعي ادخلوا اعملوا الخانات نتاعي خلي تطلع خوتي نزف هذه فرج معايا الفيديو السلام عليكم خوتي اصبحنا واصبح الملك لله عز وجل خوتي انا اللي درت هذا الفيديو اللي شفتوها انا اللي درتها وهذا يا خويا من دمي ولحمي عايش في غزة هو بابا خاوتي عمامي كاملين عايشين في غزة كما قام أخو الجزائري الذي يقيم في غزة بتوجيه رسالة إلى الجزائريين الذين يرغبون في الذهاب إلى غزة ومساعدة إخوانهم هناك واللي ما على بالوش نعاود نقولها أنا نصف فلسطيني ونصف جزائري وهذا قوية وحنا زدنا في الجزائر وكبرنا في الجزائر وكي كبرنا رحنا فهمتوني خاوتي وهذا عنده 20 سنة هو في غزة 20 سنة هو في غزة عنده 7 دراري الله يبارك 3 أيام ما رقدناش من الحرب والقتلة ومنا وهادي وهادي وزيد ماتولنا 5 من الفاميليا تاعنا هكذا ماتوا لنا 5 من الفاميليا تاعنا في القصف عيط لي خويا مسكين دار لي لاكام قال لي شوف شو صاري شوف واش داروا لنا ريبوا كلش غزة كاع ريبوها مع الزعاف وبلا قلت له اسمع ابعث لي الفيديو قال لي قلت له ابعث لي فيديو وصور لي وانا نحطها في الصفحة تاعي فهمتوني خاوتي شوف بعث لي الفيديو هكذا بعث لي الفيديو وانا حطيته في الصفحة تاعي باش الناس تشوف الحقيقة باش الناس تشوف الحقرة باش الناس تشوف علاش المقاومة راح تضرب هكذا أنا هذا هو الهدف تاعي وباش الناس تدعي لهم في صلاتهم وباش الناس تفتح على فلسطين لي لايف كاع الناس تفتح لي لايف على فلسطين دوكا صلات واحد الحاجة بارك الله فيكم ما كنتش نستنى فيها بزاف هكذا بعتولي بزاف لي ميساج هاني حاب نروح هاني حاب نروح هاني حاب نروح هاني حاب نروح يا خويا شوف نقول لك حاجة والله العظيم غير كاع رانا حابين تتحرر فلسطين البارح قبل اليوم بصح بالعقل خويا العزيز سمعت انت راك في الجزائر فهمتني ولا راك في تونس ولا راك في المغرب ولا بلاصه واحده اخرى راكم بعاد انتوما فهمتوني خاوتي يعني كي تلحقوا يقدر يصاركم مشاكل كي يجي واحد وحده زعما يقول انا نروح نحب نجاهد والله ما توصل انا نقولها لك لانه الطريق خادمها ونعرفها مليح مليح فهمتوني سيرتو دوكا احنا مادا بينا الحدود سوريا لبنان مصر والاردن هادو يفتحوا الحدود تاعهم ويدخلوا وانتوما يلي راكم بعد ما تبقاش تقولوا اني جاي ونروح ومنا ما تقدرش تجي وحدك خويا عندك زوج حاجات يا تنوض هبه شعبيه الناس قاعد تنوض وتجي يا ولي الامر تاعكم يقولكم روحوا كيما صارت ضربه اندرمان
فهمتوني خاوتي؟ يعني بس يجي واحد وحده من انا ما نرضاهالوش، فهمت؟ انا طريق درتها ولا عرفها، وانا كنت شاري الموت بيدي من الاخر. بصح باش يجي واحد ما يعرفش الطريق ولا يكش ما يصرالو، انا ما قدرتش نتحمل المسؤوليه تاعو، فهمتوني خاوتي؟ يعني انتم ريحوا وراكم، ادعوا لهم صح، ادعوا لهم في الصلاه، افتحوا عليهم لي لايف، انشروا منشورات على غزه على فلسطين، صح راني معاكم. بصح شفت دي كومونتير وريني الطريق، هاني حاب نجي منين ندخل وهكذا هكذا. لا لا خاوتي فهمتوني، ما يعني واحد يخدم راسه، انت باش تروح تجاهد لازم تخدم راسك، فهمتوني يا خاوتي؟ وهذا اخويا مسكين بعث لي فيديو، فهمت؟ وشوف كيفاش راه، وشوف كيفاش راهي الدعوه، راهو دمار شامل، فهمتوني خاوتي؟ احنا ما نرضاو، شوف احنا ما دابينا تتحرر فلسطين، اللي قلت لكم البارح قبل اليوم. بصح انا باش نبعث ولاد الجزائر ولا فهمت نبعثهم على راسهم، لا لا خويا ريح وراك، الى جاو كاع الشعب ارواح، فهمتني خويا؟ اما باش تجي وحدك وتغامر بحياتك غير ما كان، هذه قلت لك طريق نعرفها مليح مليح الطريق، فهمتوني خاوتي؟ يعني صعيبه. شوفوا خاوتي، شوفوا خاوتي، والفيديو الاخر سمحوا لي خاوتي، الفيديو الاخر راح نمحيه، فهمتوني خاوتي؟ الفيديو اللي درته الاولاني راح نمحيه، لانه كاين ناس فهمتني زادوا عليها شويه، يقول لك ارواح بريفي ونتفاهموا منا. يا خويا واش نقول لك، ما نمحيه ونخلي هذا، وهذا راني حابه يتبارطاجا، الرساله اللي راهي هنا اللي حابها تتبارطاجا خاوتي. شوفوا نخلوا حتى بلاصه دمار، وبعد يقول لك علاش تقاوموا. احنا القاومة اخويا، احنا حقنا، هذه ارضنا، هذه ارضنا، هما جاو عندنا باش يدوا ارضنا، كي شافوا بلي احنا رجال ما نركعوش وش عم يديروا، عم يضربوا في الشعب، الجوامع خاوتي، المستشفيات، السبيطارات، قلت لك المدارس، كلش كلش كلش، الحاجة اللي يشوفوها يضربوها، الحاجة اللي يشوفوها يضربوها. اخويا مسكين لا تصبح ربي، هو منيربي وانا منيربي وعيط لي، وفهمت هذا الشيء اللي صرا، ولكن من حقنا. والناس اللي بعثت لي ميساج بارك الله فيكم، بصح انا ما نرضاش يعني تصرا لكم حاجه ماشي مليحه، خموا مليح فهمت، هذه تاع تجي وحدك غير انسى خويا من الاخر. شوف شوف هذه الرمال خاوتي، هنايا هذه الرمال كيما احنا نقولوا ساحه الشهاده، كيما احنا نقولوا لاريديس لي شامون، يعني حومه معروفه، الناس قاعد تشري تماك تجي تحوس ومنا، شوف كيفاش رجعوها، فيها حوانت فيها كلش، شوف كيفاش رجعوها. وعلى هذا السبب احنا درنا هذا الفيديو، قلت له خويا ابعث لي الفيديو وانا ننشره، فهمتوني خاوتي؟ وحنا هاد الحرب، هاد الحرب ادات لنا خمسة من الفاميليا، ولكن الحروب اللي فاتوا 68، يعني 73 شهيد عندنا من الفاميليا تاعنا، اللهم اجعلهم من الفردوس الاعلى، فهمتوني خاوتي؟ يعني انا جيت نوضح برك الناس اللي راهي تقول راني جاي راني جاي، خويا وحدك ما تجيش، فهمت؟ راه ماشي سهلة كيما تتخيل، فلوسع فلوسع يبان لك كلش نورمال، فهمتني خويا؟ يقول لك سقسي الطبيب سقسي المجرب وما تسقسيش الطبيب، أنا الطريق هذيك ضربتها ونعرفها، فهمتوني؟ ما نرضاهاش لحتى واحد، لأنه واعرة بزاف، واعرة على البوطي، واعرة على تركيا، واعرة على كلش، أنا نقولها لكم، سمعتوني خاوتي؟ يعني ريح وراك، إلا قالوا الشعوب نروحوا أرواح، كاع نروحوا، فهمت؟ ولا قال ولي الامر ارواحه روحوا روح، بصح باش تجي وحدك ولا تجوز زوج ولا ثلاثه، راح يحكموكم يضربوكم، يحكموكم في البلدان اللي قبل ما تلحق لفلسطين، اللي هي الاردن ومصر فهمتني ولبنان وسوريا، يقدروا يحكموكم يصاروا لكم مشاكل، يحبسوا منا يتهموكم بحوايج ماشي ملاح، فهمتوني؟ شوفوا خاوتي، شوفوا دمار،
دمار. شوف شوف شوف, شوف. هذه كانت الطريق الناس تمشي فيها رايحة جاية الطوموبيلة. دوك الإسعاف, الإسعاف ما تقدرش ما بقى تمشي تدبك, الإسعاف ما عندهاش وين تروح. شوف خويا مسكين, لا لا خويا وش نقول لك يا خويا, محمد رسول الله. شفتوا يا قاوتي الفيديو الاخر نمحيه قاوتي لانه فيه بزاف حوايج ما عجبونيش, نمحيه ونخلي هذا لانه صح تبارطاجها بزاف ويعطيكم الصحه, بصح ماشي بالطريقه اللي كنت حابها انايا. يعني انا كنت حاب نوعي الناس, الناس تشوف تشوفوا شو صاري وتفتحوا لي لايف وتنشروا منشورات فهمت, وتدعوا لهم كي يصلوا. ساكن الناس لا تقول لي وريني طريق وراني حاب نروح ومنين دخلت ومنا, انا ما قدرتش نشارك في هذا الشيء خويا العزيز فهمت. انا كي نغامر نغامر بحياتي, ما نغامرش بحياه الناس فهمتوني خاوتي. يعني واش نقول لكم, ما تخموا مليح فهمت, ادعوا لهم صلوا في كي تصلوا ادعوا لهم, وتحياتي لكم وفتحوا عليهم لي لايف انشروا منشورات. تحياتي لكم خويا سامي, تهلا في روحك.